أنا أكيد رجل 100% وأبحث عن الزوجة الوفرية اللي تناسبني تناسب شخصيتي. بالعادة ملابسي تكون غير الجريئة، الجريئة الألوان الجريئة المبتكرة اللي نقدر نغير فيها ونحس إن الفاشن والأبديت كله موجود أول بأول. ليش ما ألبس أخضر؟ ليش ما ألبس أصفر؟ كيبي بينك، أيا كان اللون whatever. أنا كذا أطلع كذا، أحب أمشي كذا باختلاف عن الجميع. أنا جدا سعيد إنه أظهرت هذه الشخصية للمجتمع حتى يتقبلون أكثر ويشوفون إن هذا الشكل جدا عادي، جدا طبيعي، فكثير في بيوت فيها هذه الأشخاص. أحسن لما أكون ببلدي وألبس هذا اللبس ولا أنتظر سفرة عشان أطلع برا وألبس ملابس جريئة.